السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر برايمري 2 أو الصف الثاني الابتدائي، سكند تيرم أو تيرم 2 الترم الثاني. والنهاردة هنبتدي نشرح مع بعض شابتر 2 أو الفصل الثاني، Cities and People of the Nile. Cities يعني المدن، and people والناس of the Nile على مجرى نهر النيل. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا أصحابي شابتر 2 بيكلمنا عن المدن المختلفة المرتبطة بنهر النيل. زي ما احنا شايفين في الكوفر بتاع شابتر 2، هنا في صورة للمدن المختلفة، المدن المصرية الجميلة، وطبعا كلها مرتبطة ان هي مدن مصرية جميلة، وفي نفس الوقت مصر بلدنا الحبيبة بيجري في قلبها نهر النيل. وفي اول بيج في شابتر 2 وهي بيج 47 او صفحة 47 بيقول لنا هنا Are we similar؟ Are we similar يعني هل نحن متشابهين؟ احنا متشابهين ولا لا؟ Are we similar؟ هل نحن متشابهين؟ وطبعا هنا علامة الاي دي بتقول لنا ان احنا هنستخدم عينينا وهنعمل observation او عملية ملاحظة للصور اللي هتبقى موجودة في البيج دي وحياتنا مثلا الشخصية او صور في خيالنا. فبيقول لنا هنا Look at the pictures. Look at the pictures يعني انظر على الصور، الصورة اللي موجودة في الصفحة دي والصور اللي موجودة في الصفحات اللي بعد كده. How are they similar؟ How are they similar يعني ازاي هم متشابهين، and different، and different ومختلفين. From where you live؟ From where you live عن المكان اللي انت بتعيش فيه. Finish، انهي the sentences، the sentences الجمل. Below اللي هي أسفل، each image كل صورة من الصور دي. فمدينا هنا في البيج دي صورة، فنعتبر مثلا ان هي لمحافظة أسوان او مدينة أسوان، المدينة الجميلة بتاعتنا، وفيها طبعا صورة لنهر النيل الجميل والمراكب الشراعية الجميلة والطبيعة الخلابة الجميلة اللي موجودة هناك. ومكتوب تحت We are similar because، we are similar because يعني نحن متشابهين لأن، because يعني لأن. وبعدين موجود تحت we are different because، we are different because احنا مختلفين لأن. فمثلا هنا يا أصحابي we are similar because ان احنا عندنا نفس النهر، وهو نهر النيل اللي بيجري في قلب مصر بلدنا الحبيبة. فنقول we have the same river which is Nile River and we are Egyptians. We have the same river which is Nile River and we are Egyptians. يعني احنا عندنا نفس النهر وهو نهر النيل واحنا كمان مصريين، عشان كده احنا similar او متشابهين. طب we are different because، we are different because احنا مختلفين لان. مثلا ممكن نقول We have different weathers. احنا عندنا الطقس مختلف من أسوان والقاهرة. And we have different foods and we have different jobs. عندنا كمان طعام مختلف وعندنا jobs مختلفة. يعني مثلا في أسوان في البلد الجميلة دي في بعض الأطعمة الخاصة بيهم، في بعض الوظائف اللي موجودة هناك أكتر، مثلا زي المرشد السياحي أو التور جاي، زي مثلا الصياد أو الفيشر. وطبعا الوزر في أسوان مثلا ممكن يكون هوت شوية أو حر شوية، لكن في كايرو مثلا المدينة اللي أنا عايش فيها بيبقى الطقس فيها كلاودي شوية. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا ونوصل لبيج 48 أو صفحة 48. فيها صورة للأسكندرية أو ألكسندرية، المدينة المصرية الجميلة. ألكسندرية أو الأسكندرية هي مدينة بتطل على البحر الأبيض المتوسط أو Mediterranean Sea أو البحر الأبيض المتوسط. ودي صورة لكورنيش اسكندرية الجميل. وطبعا هنا بيقول لنا تحت الصورة
We are similar because we are similar because احنا متشابهين لان طبعا احنا متشابهين لان احنا عندنا نفس النهر وهو نهر النيل وكمان كلنا مصريين يبقى because we have the same river which is Nile River and we are Egyptians يبقى احنا متشابهين لان احنا عندنا نفس النهر وهو نهر النيل وكمان كلنا مصريين يبقى we have the same river which is Nile River and we are Egyptians طب we are different because we are different because احنا مختلفين لان طبعا احنا مختلفين لان we have different weathers احنا عندنا الطقس بيختلف من الاسكندرية مثلا والقاهرة الاسكندرية الطقس فيها ممكن يكون good weather او ممكن نقول عليه cold weather طقس بارد شوية لكن في كايرو مثلا احنا قلنا ان هو ممكن يبقى cloudy شوية and different jobs وظائف مختلفة هتلاقي طبعا in Alexandria في fishers اكتر او صيادين سمك اكتر and different foods and different foods واطعمة مختلفة يعني مثلا على سبيل المثال في حاجة اسمها Alexandrian fool Alexandrian fool او الفول الاسكندراني غير الفول اللي احنا بناكله في كايرو وهكذا في انواع مختلفة من الطعام موجودة هناك مش موجودة هنا وهكذا ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 49 او صفحة 49 وفيها صورة لمدينة الاقصر المدينة المصرية الجميلة وفيها اثار كتير جدا مدينة الاقصر زيها زي اسوان بالظبط ويمكن اكتر كمان فموجود في الصورة دي the Nile River او نهر النيل وموجود كمان فيها التمبلز او المعابد الفرعونية الجميلة والمراكب الشراعية الجميلة ومكتوب تحت منها we are similar because هنقول we are similar because we have the same river which is Nile River and we are Egyptians يبقى احنا عندنا نفس النهر وهو نهر النيل واحنا كمان مصريين مرة كمان we have the same river which is Nile River and we are Egyptians طب we are different because we are different because لي احنا مختلفين لان هنقول we have different weathers احنا عندنا الطقس مختلف من هناك لهنا مثلا في لوكسور او في الاقصر هناك الطقس sunny مشمس قوي في كايرو الطقس cloudy او غائم and different jobs ووظائف مختلفة زي ما قلنا من شوية هتلاقي هناك الوظائف الموجودة مختلفة شوية عن الوظائف الموجودة في كايرو and different foods and different foods وأطعمة مختلفة مثلا في لوكسور في حاجة اسمها العيش الشمسي أو شمسي بريد شمسي بريد أو العيش الشمسي هما هناك بيعملوه جميل قوي هنا مش موجود في القاهرة الكلام ده وهكذا ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل للصورة نمبر 4 وهي في بيج 50 او صفحة 50 وفيها ارض زراعية جميلة ممكن نعتبرها مثلا الفيوم او اي ارض زراعية تانية وهنا طبعا الصورة فيها الزرع الجميل والنخيل الجميل ومكتوب تحت الصورة we are similar because we are similar because احنا متشابهين لان هنقول نفس الرد الجميل وهو we have the same river which is Nile River and we are Egyptians احنا عندنا نفس النهر وهو نهر النيل واحنا كمان مصريين we are different because احنا مختلفين لان هنقول مثلا we have different weathers we have different weathers احنا عندنا طقس مختلف يعني مثلا في الفيوم هتلاقي ان الوزر ويندي هناك او عاصف شوية في رياح شوية لكن مثلا في كايرو الوزر كلاودي او غائم حبة and different jobs and different jobs وظائف مختلفة مثلا هتلاقي هناك في فارمرز او مزارعين بيزرعوا الارض في كايرو مفيش فارمرز او مزارعين and different foods and different foods وأطعمة مختلفة هتلاقي مثلا في الفيوم بيأكلوا أنواع مختلفة من الطعام احنا ممكن ما نلاقيهاش في كايرو بيخبزوا مثلا فطير مشلتت وأنواع مختلفة من الطعام انت مش هتلاقيها في كايرو أو في القاهرة ونتنقل البيج اللي بعد كده خليكم معايا
ونوصل لبيج 51 أو صفحة 51 وعنوانها نورز بلان. نورز بلان أو الخطة الخاصة بنور. وهنا بيقول لنا read اقرأ the story. The story القصة. Circle words you don't know. Circle يعني ضع دائرة حول words الكلمات you do not know التي لا تعرفها. فبيقول لنا هنا أصحابي في أول سطر نور and حسام, نور وحسام are walking to school, are walking to school, ماشيين إلى المدرسة. فنور بتقول لحسام we decided إحنا قررنا where we will go يعني أين سوف نذهب on our family trip في الرحلة الأسرية بتاعتنا. نور says to حسام نور بتقول لحسام. يبقى مرة تانية نور and حسام are walking to school. We decide where we will go on our family trip. نور says to حسام. ففي السطر اللي بعد كده حسام بيرد عليها وبيقول لها That is exciting. يعني هذا مثير. ده حاجة مثيرة ممتعة. Says حسام. حسام بيرد وبيقول كده. Where are you going? أين أنتم ذاهبون؟ فنور بترد عليه وبتقول له We are going to start at Aswan. إحنا سوف نبدأ at Aswan في أسوان and visit وهنزور the Fela Temple يعني معبد فيلا. نور says نور بتقول كده. يبقى مرة تانية We are going to start at Aswan and visit the Fela Temple. نور says. فحسام بيرد عليها وبيقول لها I have been there. The expression بنقوله على بعضه معناها أنا كنت هناك. With my family مع أسرتي. I have been there يعني أنا كنت هناك. With my family يعني مع أسرتي. Says حسام. حسام بيقول كده. It is fun to walk around inside the big temple. It's fun. إنه من الممتع. To walk and تمشي around inside يعني حوالين وفي داخل the big temple المعبد الكبير. There are beautiful carvings يعني هناك منحوتات الحاجات المنحوتة رائعة أو جميلة. On the walls على الحوائط. يبقى مرة تانية There are beautiful carvings on the walls. On the walls على الحوائط. في منحوتات جميلة الحيطان عليها حاجات منحوتة شكلها جميل جدا ورائع جدا. ففي الصورة التانية يا أصحابي نور بتشرح وبتقول له Next ثم بعد ذلك We will go احنا سوف نذهب To the Valley of Kings لوادي الملوك. Near Luxor يعني بالقرب من Luxor الأقصر مدينة الأقصر. Then ثم بعد ذلك We will visit احنا سوف نزور Our aunt عمتنا أو خالتنا in Hurghada في مدينة الغردقة. Explains يعني بتشرح نور بتشرح لحسام هيعملوا ايه بعد كده. يبقى مرة تانية Next we will go to the Valley of Kings near Luxor. Then we will visit our aunt in Hurghada. Explains نور. فحسام بيرد عليها وبيقول لها Good من الجيد يعني أو جيد. Samir will go swimming near سوف يذهب للسباحة in Hurghada في الغردقة. Adds حسام حسام بيضيف وبيقول الجزء ده. يبقى مرة تانية Good جيد. Samir will go swimming in Hurghada. Adds حسام.
وبعدين نور بتضحك وبترد عليه وبتقوله yes، نعم سمير thinks، سمير بيفكر بيعتقد، he is a fish، ان هو سمكة، or sometimes a bird، or sometimes او في بعض الاحيان a bird انه طائر. laughs نور، laughs نور، نور بتضحك وبتقوله كده. يبقى مرة تانية yes سمير thinks he is a fish or sometimes a bird، laughs نور، نور بتضحك وبتقوله كده. finally، finally وفي الآخر we will visit the great pyramids in Giza، finally في الآخر، نهائيا يعني في الآخر خالص، we will visit، نحن سوف نزور the great pyramids، the great pyramids الأهرامات الكبيرة، الأهرامات العظيمة، in Giza في مدينة الجيزة. فحسام بيقول لها it sounds like a very fun trip، إنه يبدو إنها رحلة ممتعة جدا. it sounds like يعني يبدو وكأنه، a very fun trip رحلة ممتعة جدا، says حسام، says حسام، حسام بيقول كده. I hope، I hope أنا أأمل، you will take many pictures، you will take إن أنت سوف تأخذين many pictures صور كتيرة، تصوري الرحلة بتاعتكو دي صور كتيرة. فبكده احنا اتعرفنا على نور's plan او الخطة بتاعت نور والfamily trip بتاعتها او الرحلة الأسرية بتاعتها، وعرفنا كمان من شوية ازاي احنا similar او متشابهين في حاجات وdifferent او مختلفين في حاجات تانية. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس، لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو، والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سيب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.